يعتبر اليوم الوطني للسلامة الطرقية فرصة لخلق نقاش جماعي يولي الاهتمام بالسلامة المرورية بصفة عامة والوقاية من الحوادث المرورية بصفة خاصة باش نتفاداو ارتفاع ديال الحوادث السير تجعلنا في حيرة من أمرنا إزاء هذا العدد المتزايد من الضحايا على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز منظومة قوانين السير وتحسين جودة الطرقات وتطوير أساليب التحسيس والتواصل من خلال المنجزات المهمة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ومن ورائها الهيئات الحكومية المختصة. إن حوادث السير عموما هي ظاهرة سوسيولوجية بامتياز علاوة على كونها ظاهرة موضوعاتية تتطلب مقاربة مصدرية إجرائية وقائية لحد من تفاقمها. غنشوفو دابا التعريف ديال السلامة الطرقية. هي مجموع الخطوات التي تهدف إلى تبني جميع الخطط والبرامج الطرقية والإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث الطرقية حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين ومقومات المجتمع. حاولوا تلتزموا بالهدوء وما تبقاوش ديروا الشغب في الحافلة لأنكم تقدروا تأثروا على السائق أو تسبوا شي حاجة في شي هذا. الصعود والنزول بانتظام. الحذر أثناء السير في أماكن مزدحمة للمركبات. عبور الطريق بسرعة أثناء خلوها من المركبات في خط مستقيم. يعني كي نشوفوا هنا كيكون خط مستقيم كتبقاو تقطعوا الطريق بواحد السرعة بلا ما كيتاخذوا الاحتياطات اللازمة. يعني خصكم تشوفوا على اليمين تشوفوا على الشمال تنتأكدوا بلا الطريق خاوية عاد نقطعوا الطريق ماشي ونقطعوا تنتبهوا مزيان. تبع مبادرات المجتمع المدني على هذه التسمة بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات بهدف تأسيس لسلوك حضاري جديد في استخدام السيارات في تفاعل متناسق ومتكامل مع أنظمة فكرة تكون ممر راجلين يعني بالنسبة لأشخاص لا يمروا ممر راجلين وهذه الإشارة ديال الخطأ يعني شي بساعة يكون فيها خطأ وهذه الإشارة هذه اللي يقف كتكون في المحل. أنا بالنسبة لي فخور وعندي الشرف أنني نجي عندكم ونشارك معكم طبيعة الحال باسم جمعية عيوبة للتربية والترشيد اللي كدير جولة المؤسسة التعليمية والأخ الأستاذة فاطمة كاين اللي يمكن فيكم هنا اللي كاين ملي كان صغير كيعقل كنا كنجي المهم على عين عقلتي برافو عليك. دونك دائما في إطار الترشيد غادي ناخذ كلمة بهذه المناسبة. إذن بالمناسبة ديال الحملة الإقليمية للتربية للسلامة للتربية على السلامة الطرقية تنظمت جمعية عيومة وبتعاون مع جمعية الأمل للتنمية النسائية بابن الطفط هاد الأمسية التحسيسية. الهدف دائما هو نخلقوا فيكم واحد الروح ديال الوعي الروح ديال كيفاش أنكم تواجهوا مجموعة من الحالات. الرصيف للراجلين والطريق لكل الناس الاحتكار في الطريق الحق هو الأساس الرصيف الرصيف دراري شمع هتقولوها الرصيف الرصيف
See.